السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع فيديو جديد وقناة آيفون وبس. النهاردة يا جماعة نتعلم شوية نصايح وحيل جامدة جدا في جهاز الآيفون هتخليك محترف لاستخدامه. يا ريت تتابع معانا الفيديو للآخر عشان تستفيد من كل نصيحة وحيلة هنقولها فيه. وأول حاجة هنتكلم عنها يا جماعة هندخل فيها على الإعدادات، وبعدين ننزل تحت على تسهيلات الاستخدام، وبعدين ننزل تحت شوية على اللمس نفتحها كده، بعدين ننزل تحت شوية كده على اخر خيار تحت في الاعدادات وهي الضغط من الخلف. هتلاقيه هنا متوقف، هنا بتقدر تخصص جهازك ان انت تقدر تضغط مرتين تعمل امر معين وتضغط 3 مرات عشان تعمل امر معين. وليكن مثلا هنعمل ضغط مرتين، هنقول مثلا لقطة شاشة، هنخصصه على لقطة شاشة ونعمل خطوة للخلف كده، وبعدين هنقلب الجهاز ونضغط ضغطتين، هتلاقيه خد لقطة الشاشة بسهولة جدا. بعد كده هتعمل ضغط 3 مرات برضو هتخصصه على اي حاجة وليكن فتح الكاميرا. بعد كده بتقلب الجهاز وتضغط 3 مرات على ظهره هتلاقيه فتح الكاميرا على طول. لو مثلا هنحدد اكتر من كذا صورة ونبدأ نسحبها سحبة بسيطة كده وندوس ونحدد عدد من الصور، بعد كده بنخرج بره الجهاز وما زلنا ماسكين الصور بايدينا كده، هندخل بقى على اي تطبيق وليكن الملاحظات مثلا ونفتح ملاحظة، وبعدين نفتح ملاحظة جديدة، وبعدين نسيب الصور بالشكل ده هتلاقيها اتحملت على الملاحظة اللي انت عملتها دي. كذلك الكلام ده بينطبق على اي برنامج تواصل زي الواتساب، عايز تبعت مجموعة صور معينة ورا بعض هتقدر تعملها بنفس الطريقة اللي انا قلت لك عليها دي، وتبدأ تفتح التطبيق اللي انت عايزه وتسيب الصور تنزل فيه. لو عايزين يا جماعة نحدد فقرة معينة في النص ده هتدوس باستمرار على المسافة، وبعدين تدوس مع الاستمرار على اي مكان في الشاشة وتبدأ تنزل او تطلع، هيبدأ يحدد معاك زي ما انت شايف. بصوا يا جماعة بيحدد النص ازاي، يعني بتدوس على المسافة الاول وبعدين تدوس على اي مكان في الشاشة وتبدأ تنزل وتحدد الفقرة اللي انت عايزها زي ما انت شايف. اما الاعداد اللي بعد كده يا جماعه هو خاص بتمكين وضع اليد الواحده لو الجهاز بتاعك عايز تشتغل عليه بايد واحده، وطبعا الشاشه كبيره. كل اللي انت عليك تعمله لو انت في صفحه عايز تشتغل عليها مثلا بتفتحها بالشكل ده وبعدين تسحب من اسفل الشاشه لتحت كده، خلاص الجهاز بيتقسم او بيتقلل حجم الشاشه يمكن للنص. لما بتضغط على اي مكان في الشاشه بيرجع الوضع زي ما كان، يعني بتعمل كده وبعدين تدوس على اي مكان في الشاشه عشان ترجعه زي ما كان. ودلوقتي يا جماعه مع الميزه الجميله قوي اللي انت لو عملت اي حذف في اي نص مثلا وعايزين نتراجع عن اللي احنا عملناه ده، تقدر تستخدم 3 صوابع بس عشان تتراجع عن اللي انت عملته كده. لو عملت كده بتقدر ترجع تعمل تراجع للي انت كل حاجه عملتها. بصوا كده اعاده وبعدين تراجع، بتقدر تتراجع عن اي خطوه انت عملتها بسهوله. اما الميزه اللي بعد كده يا جماعه وهي خاصه بانك تقدر تخصص هزه معينه او فايبريشن معين لجهه الاتصال بتاعتك. بنفتح جهات الاتصال يا جماعه وبعدين نختار اي جهه اتصال منهم، بعد كده بتنزل تحت شويه على نغمه الرنين، هندوس على النغمه الافتراضي. بتقدر انت تغير الهزه اللي انت عايزها عشان تبقى عارف ان دي النغمه دي او الاهتزاز ده بتاع جهه الاتصال دي، ودي ميزه حلوه جدا يا جماعه ممكن تستخدمها. عارفين يا جماعه ان احنا لما نكون بنسجل مقطع فيديو وانت مشغل مثلا موسيقى، الموسيقى بتتوقف عشان تبدا تسجل مقطع الفيديو، لكن عندنا ان احنا ممكن ندمج الموسيقى اللي شغاله داخل الجهاز مع مقطع الفيديو اللي احنا بنسجله. كل اللي عليك تعمله ان انت تفتح الكاميرا وبعدين تدوس على الفيديو عشان نبدا نسجل، وتدوس على زر التسجيل وتسحبه جهه اليمين، وده هيخليك تقدر تسجل مقطع الفيديو مع وجود الموسيقى اللي شغاله. لو فرضنا يا جماعه ان انت بتتصفح موضوع معين ونزلت كتير في اسفل الصفحه كتير وعايز ترجع لاول الموضوع، كل اللي انت هتعمله انت تضغط على اليمين من فوق كده هيرجع لاول الصفحه فورا، او لو انت في اخر الصفحه وعايز توصل لاول الصفحه في ثانيه واحده هتدوس على الجزيره الديناميكيه اللي فوق دي. في ميزه جامده جدا يا جماعه موجوده في جهاز الايفون بتاعك ان انت تقدر تستخدمه كجهاز قياس زي متر مثلا، او انك تقيس بيه عمق او مسافه. كمان ممكن تستخدمه كميزان لو انت بتعلق شاشه مثلا على الحيطه وعايز توزنها، عايز تخليها مظبوطه لا طالعه ولا نازله من اي جهه من الاثنين، تقدر تستخدم جهازك بالطريقه دي. بتفتح هنا الادوات وبعدين تدوس على القياس. هو هنا بيقول لك اضف نقطه، هنعمل نقطه هنا وتبدا تحرك الايفون بتاعك بالشكل ده هتلاقيه بيعد معاك المسافه. كمان في حاجه لو دوست عليها هنا اسمها المستوى. بصوا يا جماعه لو حبيت تعمل ميزان، بصوا كده بتظبط انت جهازك على الدايرتين دول، خليهم يوصلوا في مكان واحد مع بعض كده، تقدر تعلق براحتك خالص الحاجه اللي انت عايزها، او تقدر تظبط الحاجه اللي انت عايز تشغلها او تحطها في مكانها الصح عن طريق الكلام ده.
كلنا عارفين ان احنا نقدر نفتح الكاميرا، ان احنا لو ضغطنا مرة كده على الزر الجانبي هيفتح الكاميرا على طول. في كمان طريقة تقدر تفتح بيها الكاميرا اثناء قفل الشاشة بانك تسحب لجهة اليمين كده. في ميزة حلوة جدا يا جماعة بتخليك تقدر ترد على رسائلك بشكل اسرع من انك تدخل على التطبيق. لو نزلت بالاشعارات بالشكل ده ولقينا فيه مثلا جيميل زي ده وحبينا نرد عليه، هندوس عليه مع الاستمرار كده وهندوس على كلمة رد، هيفتح لنا صفحة الرد بتاعت الجيميل اللي احنا عايزين نرد عليه على طول. والكلام ده بينطبق طبعا على اي وسائل تواصل زي الفيسبوك او الرسائل بتاعت الواتساب او اي حاجه تقدر تعملها كده من شريط الاشعارات زي ما قلت لك. في ميزه حلوه جدا يا جماعه تقدر توفر بيها مساحه في الشاشه بان انت تاخد الاداتين دول مثلا اداه الويدجت اللي معاك دي وتدخلها داخل الاداه التانيه دي وتخليهم زي فولدر واحد، بحيث ان انت تقدر تدخل جوه الاداتين او الادوات دي تقدر تحط فيها اكتر من اداه وتقلب بينهم زي ما انت عايز بالشكل ده. كده انت وفرت في مساحه الشاشه اللي قدامك. كمان تقدر تضيف ادوات تانية، تعمل تعديل وتضيف اداة زي مثلا تضيف التقويم وتعمل اضافة اداة وتدخلها برضو بنفس الطريقة جوه الادوات دي. هتلاقي ان في عندك ثلاث نقط زي ما انت شايف، تقدر تقلب بين الثلاث حاجات اللي انت عملتهم وبتضيف انت بقى اي وظيفة انت عايزها. يعني تضيف انت زي ما انت عايز، تعمل تعديل وتعمل اضافة اداة وتدور على الادوات اللي انت عايزها، اي حاجة انت عايزها في الاختصارات في الخرائط، اي حاجة انت عايز تقدر توصل لها بسهولة من هنا تقدر تدخلها جوه القائمة دي. في ميزة حلوة جدا يا جماعة موجودة برضو في تطبيق الالة الحاسبة، لو فتحناها بالشكل ده وضغطت تحت خالص كده على رمز الآلة الحاسبة دي هيطلع لك كذا اختيار من ضمنها تحويل. لو ضغطت عليه كده هتقدر تعمل تحويل لأي حاجة انت عايزها، وليكن العملة مثلا، ولو ضغطت عليها هتطلع لك الزاوية، هتلاقي المساحة، هتلاقي البيانات، هتكتب الخيار اللي انت عايزه هنا، الرقم اللي انت عايزه وليكن 544 دولار هيحولهم لك اليورو، لو ضغطت هنا هتغير العملة لأي عملة تاني انت عايزها وهكذا. فخيار التحويل ده ممتاز جدا يا جماعة. في ميزة حلوة جدا يا جماعة خاصة بتسجيل الشاشة، لو انت عايز تخصصها بتدوس هنا على وضع تسجيل الشاشة بالشكل ده. هنا برضو بيقول لك الميكروفون متوقف، تقدر تدوس عليه بالشكل ده عشان تبدأ تسجل كل حاجة بتظهر على الشاشة، وإضافة لكده ان انت بتعلق صوتيا على التسجيل بتاعك. الكلام ده هيبقى مفيد جدا لو انت بتشرح حاجة معينة لحد وعايز تسجل له الشاشة وفي نفس الوقت بتتكلم معاه. عايز تلغي الميكروفون بتدوس عليه ضغطة واحدة، عايز تشغله بتشغله. في ميزة حلوة جدا يا جماعة موجودة داخل تطبيق الملاحظات، لو فتحنا الملاحظات كده وعندنا ملاحظة معينة عايزين نقفلها ببصمة الوش، هتدوس هنا على الثلاث نقط اللي فوق دول، هتلاقي في خيار فوق على الشمال اسمه قفل، هتدوس عليه كده. هنا بيقول لك يا إما تعمل استخدام رمز دخول الآيفون أو تعمل إنشاء كلمة سر منفصلة للملاحظة دي، ودي حاجة كويسة جدا هتأمن لك ملاحظاتك لو أنت كاتب حاجات معينة عايز محدش ياخد باله منها أو يفتحها. في ميزة حلوة جدا يا جماعة موجودة في جهاز الايفون بتاعك، ان انت تقدر تزود قوة مصباح الكشاف اليدوي بتاعك، تقدر تزود الاضاءة بتاعته. يعني لو نزلنا كده وضغطنا ضغطة مطولة على الكشاف بتقدر تعلي الاضاءة او توطيها زي ما انت شايف كده. بصوا بتعلي بايدك وتنزلها بالشكل ده تعلي بها الاضاءة. كمان تقدر توسع الزاوية بتاعت الاضاءة انك تخليها تركز في اتجاه واحد او توسع الزاوية بتاعتها اكتر من كده، يعني بتعلي كده وباليمين للشمال بتضيق او توسع الزاوية. الميزة اللي معانا دلوقتي يا جماعة في جهاز الايفون بتاعك انك تقدر تشغل اصوات في الخلفية تساعدك على الاسترخاء او النوم لو عايز تنام، لو انت بتحب الاصوات اللي هي في الخلفية دي. بتعمل الكلام ده بانك تدخل على الاعدادات وبعدين تدخل على تسهيلات الاستخدام وبعدين تنزل تحت شوية هتلاقي حاجة اسمها صوتي ومرئي، بعد كده هتلاقي اصوات الخلفيه ومكتوب جنبها متوقف. هنا بيقول لك تشغيل اصوات في الخلفيه للتغطيه على الضوضاء المحيطه الغير مرغوب فيها، يعني دي حاجه جميله جدا ومميزه، نضغط عليها كده ونفعلها بالشكل ده هتلاقي الاصوات اشتغلت على طول. بتقدر كمان هنا ان انت تختار الاصوات، بدل ليل تقدر تدفق مياه شلالات يعني مثلا، او مطر او محيط او ضوضاء داكنه او ضوضاء ساطعه، في بعض الخيارات حلوه جدا هتعجبك في المكان ده. كمان تقدر تظبط مستوى الصوت هنا بالشكل اللي انت شايفه ده، بتعليه او توطيه على حسب استخدامك. كمان ممكن لو انت مفعل الخيار ده استخدام عند تشغيل الوسائط، لو انت مشغل اغاني معينه تقدر تخلي صوت الخلفيه يشتغل مع الاغنيه اللي شغاله او الموسيقى اللي شغاله. بتقدر تخصص الميزه ديت عن طريق زر الاجراءات الجانبي دوت، بان انت تدخل على الاعدادات وبعدين نروح على زر الاجراءات، هتلاقيه متخصص هنا على النمط الصامت او لو انت عايز تخليه على وضع التركيز او على وضع الكاميرا.
بتروح بيه لحد الخيار بتاع عناصر التحكم دي، واختيار عناصر تحكم بتختار انت بقى اي عنصر تحكم من اللي انت عايزه ده. لو عايز تخصص الزر الجانبي بتاعك، لكن احنا دلوقتي عايزين نخصص عليه الاصوات اللي في الخلفية. هننزل تحت شوية كده ندور على الموسيقى المحيطة، ونخصص اي واحد من الاربعة الموجود قدامك دول، النوم او هادئة او انتاجية، بمجرد ما بتضغط عليها بيتخصص الزر الجانبي ده او الاجراءات ده، بانه اول ما بتدوس عليه بيشغل لك الموسيقى المحيطة. في ميزة جامدة جدا برضو يا جماعة موجودة في جهاز الايفون، ان انت تقدر تعطل الاهتزازات اللي بتعمل اثناء ما انت بتدوس على الشاشة او لوحة المفاتيح، ودي عشان توفر معاك في البطارية بشكل كبير جدا. وما ننساش طبعا يا جماعة ان الاهتزازات دي بتسحب جامد جدا من البطارية، وكل ما بتقلل من الاهتزازات اللي بتحصل في جهازك، زي مثلا اثناء الرنين او ان انت بتدوس على لوحة المفاتيح، ان انت بتكتب بيبقى في تكتكة كده واهتزازات كمان معاك، كل ما بتقلل من الكلام ده كل ما بتوفر في البطارية. هنعمل الكلام ده ازاي؟ ان احنا ندخل على الاعدادات، وبعدين ندخل على الاصوات والحس اللمسي، بعد كده بننزل تحت شوية كده هنلاقي في حاجة اسمها استجابة لوحة المفاتيح، في حاجة اسمها الصوت، وفي حاجة اسمها الحس اللمسي. لو هو متفعلين عندك الاتنين دول، يا ريت تلغي الحس اللمسي ده اللي هو بتاع الاهتزاز اللي بيحصل اثناء الكتابة على لوحة المفاتيح. في عندنا ميزة حلوة جدا برضه يا جماعة من خيار موجود داخل مركز التحكم، هو خاص بالمؤقت اللي هو قدامنا ده، لو ضغطت عليه مع الاستمرار ده تقدر تظبط المؤقت بدون ما تدخل عليه داخل الاعدادات او ان انت تلف عليه كتير. هو موجود في مركز التحكم، بتقدر ترفع بايديك كده تزود المؤقت، تخليه ساعتين او ساعة او 45 دقيقة او المدة اللي انت عايزها بالشكل ده، وتدوس على بدء. بكده بيوفر لك وصول سريع للمؤقت بالضغط مع الاستمرار بالشكل ده، وتستخدم صباع واحد بس بانك ترفع وتنزل المؤقت بتاعك وتظبطه زي ما انت عايز. ودي كانت المميزات اللي معانا النهارده يا جماعه، حبيت اعرفكم عليها في جهاز الايفون الخاص بيك. اتمنى تكونوا استفدتم بيها، وما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله نتقابل الفيديو الجاي. شكرا ليكم، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.